في بلدنا يعني المغرب، في بلدنا صاموا بعد المملكة السعودية بيوم، ونحن جماعة صمنا مع السعودية، فما الحكم وماذا نفعل؟ الحكم أن تكونوا تبع البلد الذي أنتم فيه، حكمكم حكم البلد الذي أنتم فيه. فإذا كنتم الآن في السعودية فإنكم تصومون صيام السعودية، تفطرون معهم، تفطرون مع السعودية. وإذا كان نقص يوم فإنكم تقضونه بعد العيد، تقضونه لأنهم تأخروا. أنت تقول إنهم تأخروا عن السعودية بيوم، فإذا أفطرتم مع السعودية يلزمكم الإفطار، ولا تصوموا يوم العيد وأنتم في السعودية، يلزمكم الإفطار مع السعودية إذا جاء العيد وأنتم هنا، تفطرون مع الناس وتقضون اليوم الذي تأخر صيامكم فيه عن السعودية. نعم.